يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلاً طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على معظم محافظات الجمهورية، والبداية دائماً من القاهرة العظمى 34، الصغرى 26، الإسكندرية 33، 24، مطروح 31، 23، بورسعيد 31، 27، الإسماعيلية 36، 25، وجوها حار. بالنسبة للسويس 35، 26، العريش 32، 23، طابة 34، 25، شرم الشيخ 39، 28، الغردقة 37، 28، وجوها شديد الحرارة. بالنسبة للأقصر 43، 30، أسوان 44، 31، الوادي الجديد 42، 25، حلايب 34، 31، شلاتين 38، 30، وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.